بص انا فاهم كويس قوي اللي انت فيه ومقدره جدا. الله يكون في عونك، بس احنا محتاجين نركز مع بعض شويه عشان نوصل لابنك ان شاء الله. من نعمه ربنا عليك ان المستشفى فيها كاميرا صورت الواد اللي خطف ابنك وهو خارج بيه من الحضانه. احنا ما عرفناش هو مين بالظبط، عشان كده محتاجك تهدى وتركز معايا. هفرجك على فيديو يمكن تقدر تتعرف عليه. الواد بلال شامه عيل من المدابغ، وقعدته على طول مع العيال الصايع عندنا في السيده زينب. عيل هالفوز زي ده يعمل كده ازاي؟ قلبه جابه يخطف ابن جعفر العمده. مش مهم دلوقتي، تعرف بيته؟ اجيبه من بطن امه. ومقدر مجهودكم يا باشا، انا كمان بدور بقى اربع شهور ما شفتش النوم، بدور على اللي خطف ابني. هو ابننا بيه؟ ما انت على قدك اهو، الواد مختفي ومحدش عارف عنه اي حاجه، لا ليه لاهله ولا اصحابه ولا حد عارف عنه حاجه خالص. ربنا اللي عالم احنا عاملين اللي علينا وزياده. عشان خاطر يا بيت لو قبلي، عشان القضيه ما تبقاش قضيتين، لو قابلته قبلكم مش هقابل بعده غير واحد بس، عشماوي. ربنا ما يدور فراق الضنا بيها.